السلام عليكم، كيف حالكم أحبائي الطلاب؟ اليوم في مادة اللغة العربية درس جديد بعنوان مراجعة التحليل. ما رأيكم أن نستذكر قواعد التحليل؟ حرف متحرك مع حرف ساكن نعتبره مقطع طويل، حرف مع حركات المد القصير فتحة ضمة كسرة نعتبره مقطع قصير، حرف مع حروف المد الطويل آ أو إي نعتبره مقطع طويل، حرف مع تنوين الفتح، تنوين الضم، تنوين الكسر نعتبره مقطع طويل. الآن أمامنا في السبورة الأول الكلمة الأولى، عندي حرف ساكن سبقه حرف متحرك، الحركة اللي سبقت حرف الساكن حركة الفتحة. الآن ملاحظة مهمة جدا، الأول عند قراءة الكلمات أول ضروري نحرك الكلمة، قراءتنا بدون حركة تعتبر خاطئة. الآن انظر أمامي، الكلمة الأولى حر فم، حر فم، يلي أول نشوف مع بعض حر فم، حر فم، أحسنتم. نلاحظ هنا ساكن سبقه متحرك، إذا تضعه بغرف لحال حر فم. إذا هون الفاء أتت في آخر الكلمة منفصلة، لماذا أول سبقها حرف ناري؟ إيش الحرف الناري سبقها؟ إر، أحسنتم، حرف فن، حرف فن. لاحظي أول حرف فن مقطعين حرف فن. ننتقل إلى الكلمة الثانية، نلاحظ هنا حرف الأت على حركة الشدة، إذا الكلمة مشددة. الآن الحرف المشدد أول عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، حكينا الحرف الساكن بيسبقه حرف متحرك نضع في غرف لحال. الآن قطة، قطة، لاحظ قطة، مرتين خط الأت قطة. الآن عبارة عن ط، هنا عبارة عن ط ساكنة وط حسب حركة الشدة، دائما أول الحرف الثاني حسب حركة الشدة، ما ننسى حركة الشدة. الآن عند تحليل الكلمة قط، زي ما أنا برفض يا أول بحرك قط، قط، طن، قط، طن. الآن ننتقل إلى الكلمة الثالثة، نلاحظ هنا حرف ساكن سبقه حرف متحرك، إذا وضعها بغرف لحال لعبة، لعبة، لعب بهذا الشكل الأول بقرة وبقطع لعبة، 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 عندي هون تنوين أشي أول، أحسنتم، تنوين فتح، تاء مربوطة متصلة، تنوين فتح، لعبة، 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 واضح؟ الآن ننتقل إلى الكلمة الرابعة، نلاحظ هنا أول عندي حرف مد آ، حرف مد طويل، قاري، قاري، يلي أول قاري بن، قاري بن، قاري بن. الآن يا أمه قا قا مقطع طويل وضعها بغرف لحال قاري ري، حرف مع حركة، مقطع قصير وضعها بغرف لحال قاري بن، قاري بن، قاري بن. الآن ننتقل إلى الكلمة الخامسة، قل مي، قل مي، قل مقطع قصير بأول الكلمة وضعها بغرف لحال قل، مقطع قصير وضعها بغرف لحال قل، قل مي، مي، الإم مع الإي مقطع طويل مي، قل مي، مي، قال مي، قال مي. الآن ننتقل إلى الكلمة الأولى في السطر الثاني، نلاحظ هنا أول ماذا؟ ساكن أش سبقه؟ متحرك، إذا مباشرة
وفي لحن مك مك ما وإك مك مك تب. إذا حرف حركة وتعبر في لحن مك تب مك تب مك تب. وكيف أنا عم بقرأ مك تب ب مك تب ب مك تب ب تي مك تب ب تي مك تب ب تي هي. أحسنتم. مكتبته مكتبته مك تب مك تب ب مك تب ب تي مك تب ب تي هي. مكتبته. الآن ننطق إلى الكلمة الثانية. نلاحظ أيضا الساكن سبق متحرك إذا بدأ بغرفة لحن يا وإر ير. أحسنتم ير. لاحظ إذا أنا حركت الكلمة، إذا ما حركتها تعتبر قراءتي خاطئة حتى التحديد، إذا أنت ما وضعت الحركة يعتبر حلك خطأ. يا وإر ير ك ير ك ير ك ير ك ير ك بو ير ك بو ير ك بو. يعني بقرأ المقطع الأول بربط بالمقطع الثاني والثالث بيصير عندي يا ير ير ك ير ك بو ير ك بو. واضح؟ الآن هون لام ماذا؟ على الألحاق السكون لام قمرية تكتب وتلفظ. إذا لام قمرية. الهمزة هنا همزة ماذا؟ همزة قطع. أحسنتم. الآن الأخ 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 لاقي الأخ لاقي. مرة أخرى يا الأول الأخ لاقي. الآن الأل وضعها بغرف لحال الأخ الأخ زي ما أنا بربط أول بقطع الأخ الأخ لا الأخ لا قي قي الأخ لا قي الأخ لا قي. إذا اللام هنا لام قمرية تكتب وتلفظ على الأل حرف السكون أ. هاي هنا همزة قطع همزة قطع الأخلاقي. الآن لاحظ هنا الكلمة تحتوي على حرف مشدد. إذا هذه كلمة مشددة إذا حرف الشدة هنا لي لا لا عفوا مرة ساكن مرة متحرك مرة ساكن مرة متحرك مثل لا لاحظ لا مرتين نقطة لا ثل مو ثل لا ثل مو ثل لا ثل مو مقطع قصير مو ثل ثل بهذا الشكل مو ثل لا. ليش أول حطيت لا؟ لأن الشدة عندي حركة الفتحة عليها. أحسنتم. مو ثل لا ثل سهل الشدة أول الشدة دائما باخذ الحرف الساكن مع المتحرك والمتحرك وضعه بغرفة لحال مو ثل لا ثل. عارفين المثلثات بهذا الشكل له ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا مثلثا. الآن ننتقل إلى السطر الثالث الكلمة الأولى مثمران. الآن ننظر إلى الكلمة عندي هون ساكن سبق متحرك مباشرة وضع غرف لحن مث مث مي مث مي مث مي ران. لاحظ التنوين فتح أتى على آ مث مي ران مث مي ران مث مي ران مث مي ران. واضح؟ ننتقل إلى الكلمة الثانية جرب جرب. عندي هنا الكلمة تحتوي على حرف مشدد. حكينا أول الشد عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك إر ساكنة إر عليها حركة الفتحة أصلها. الآن
جر لاحظتوا؟ شوفي أول الساكن إيش سبقه؟ متحرك جر وفي لحال جر ب جر ب جر ب. الآن جميلاً جميلاً ج مقطع قصير بضعها بضيف لحال عند الإم إيش أكثر منحة؟ حرف مد إي جميل جميل جميلاً جميلاً جميلاً. الآن الثلج الثلج أحسنتم بعد الأل أتى حرف مشكل إذا نام شمسية تكتب ولا تلفظ إذا بعد الأل أتى حرف مشدد لام شمسية تكتب ولا تلفظ. الآن يا أمر عند قراءة الكلمة تسقط الأل عند اللام الشمسية أف ها أفل أفل جو أفل جو. الآن لام الشمسية هون خلص وقعت هيك بتصير يعني أفل توضيح جو. إذا اللام الشمسية هون أول بضع عليها إشارة إكس ما بنفضها أفل جو هيك بتصير أفل جو واضح؟ الأطفال اللام هنا ماذا؟ قمرية أحسنتم على الأل حركة سكون تكتب وتلفظ. الهمزة هون عندي همزة قطع همزة قطع يلا الأط الأطفاء الأطفال الأطفال. الآن هنا أيضا نام قمرية على الأل حرف السكون تكتب وتلفظ ال ما او أحسن. الآن يا أمر قمنا بمراجعة بعض الكلمات التي تحتوي على حرف مشدد على نام قمرية لام شمسية حروف مد طويل. مطلوب منكم يا أمر كتابة الكلمات بالإضافة إلى تحليل الكلمات وإرسال الواجب على الجروب الخاص بالمعلمة. بارك الله فيكم ويعطيكم العافية.